هذه القافلة أسميناها قافلة الوفاء لصناع الانتصار، وفاء من منطقتنا بن يوسف والعين لأبطال جيشنا الوطني وللشهداء. ومع هذه القافلة نرسل رسائل التنافس في هذه القوافل من أبناء العزل الأخرى، وإن شاء الله ستكون هنا قوافل يوم الاثنين ويوم الثلاثاء من مناطق قريبة. وهذه رسائل إن شاء الله لأبناء الجيش، نحن معكم بالمال والرجال والسلاح، وإن شاء الله إذا احتاجونا اليوم هذه مع القافلة بأرواحنا وأسلحتنا فنحن جاهزون. أهمية القافلة للجيش الوطني، تعتبر الساند الرئيسي وظهر الجيش الوطني، وهي رسالة إلى مأرب ورسالة إلى الضالع ورسالة إلى جيشنا الوطني في كل مكان، أن تعز حاملة المشروع الوطني ستواصل المشوار وسننتصر بإذن الله على هذه الحثالة والمد الإيراني المقوسي، لأن اليمن هي العمق الاستراتيجي للجزيرة العربية. نحن في بني يوسف مديرية المواسط جئنا بهذه القافلة المتواضعة، قافلة الوفاء لصناع الانتصار بفضل الله تعالى وبثباتهم وبسالتهم. نرى في مقدمة المستقبل للقافلة قيادة اللواء 35 وقيادة الجبهة عموما في هذه المنطقة. وما قدمنا يصير مهما كان حجمه ومهما كان ثمنه فيعتبر شيئا متواضع أمام الدماء التي تسفك من أجل كرامتنا وكرامة تعز وعزة تعز. وإن شاء الله نحن مستعدون أن نرفد بالمال وفي الدماء وفي كل شيء.